ورجعنا لكم مرة تانية. وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة استوديو حريف. خلونا في بداية حلقتنا دلوقتي واحنا بنتكلم عن الكرة المصرية واليوم الصعب اللي حصل امبارح على المنتخب والأندية. احنا دلوقتي جايبين معانا الناقد صديق البرنامج أسر حسين علشان يتكلم معانا عن ليلة امبارح، مباراة الأهلي وسان داونز، هزيمة منتخبنا منتخب مصر مع السنغال، وكمان لقاء الأهلي والداخلية في بطولة الدوري. هنتكلم في كل حاجة ونشوف التفاصيل ونشوف ايه المشاكل وان شاء الله كمان ايه الحلول. أسر اهلا بيكم، نورنا. ازيك يا أميرة، انا مبسوط اني معاك دايما انت وهند، ومبسوط ان انا صديق البرنامج. مبروك على الأغنية الحلوة. الله يخليك. الحمد لله على سلامة هند. الله يسلمك. الله يسلمك. نتكلم نبتدي كده، للأسف مش للاسف قوي يعني، اللي حصل المواجهه امبارح بتاعه الاهلي وسان داونز والتعادل اللي طلعنا بيه، شفت المباراه ازاي؟ او يعني عنوانها لنا كده وادينا ملخص. يوم سيء طبعا على الكره المصريه زي ما انت قلتي، ودايما متعودين اللي بيبيض وجه الكره المصريه والنادي الاهلي. الاهلي ما تهزمش طبعا، تعادل، لكن بالنسبه في اعين جماهير النادي الاهلي وبالنسبه لنقط المجموعه بعتقد انه لا يعني كان النتيجه المفروض تكون افضل من كده. نعانون المباراه بانه كان في الامكان اكثر، يعني اكثر بكثير مما كان، لانه المباراه كانت في ايدك وجات لك كذا مره. بعتقد انه مستر كولر، اللي انا باكد للمره مليون انه رايي ما تهزش او تغير، انه احسن صفقه قامت بيها اداره النادي الاهلي، ولكن واضح انه لسه ما دخلش اجواء بطولة الافريقيه. في النتيجتين، الخساره امام الهلال وكمان التعادل امام سان داونز، بعتقد محتاج يعرف كره افريقيه اكتر، محتاج انه طبعا جهاز المعاون يساعده في قصه قرايه المنافسين، وان افريقيا بتلعب بطريقه تانية. اختيار حتى تشكيل ما كانش موفق قوي في مستر كولر امبارح. احنا كمان النادي الاهلي، انت بتلعب مع موكوينا، هو مدير فني لسان داونز، امتداد لسلسله من مديرين فنيين جوه النادي بيبدلوا، هم كلهم اشتغلوا جوه النادي وكانوا مدربين مساعدين، فبالتالي سان داونز عمليه التالف في اللعيبه ما بتحتاجش، ما بيجيبش مدرب من بره، فبالتالي من موسيماني للمدرب اللي بعده المكوينه سلسله من المدربين كانوا في الفرقه فعرفوا الفرقه كويس. فالصوره اللي ظهر بيها سان داونز من انتشار الجيد ومن التمرس جدا من اللعيبه ان هم حافظين اماكن بعض، دي ليها انعكاس. النادي الاهلي على الناحيه الثانيه، رغم انه بيلعب مع اقوى فريق بعتقد في البطوله الافريقيه حاليا سان داونز، هو اكتر فريق مميز وافضل نسخه لسان داونز يمكن 2016، لكن النادي الاهلي في اول، لو ناخد بالنا في اول الشوط الاولاني، سبع مرات استغل الضغط العالي وقطع الكره سبع مرات في منطقه 18 بتاعه المنافس ما استغلهاش. نرجع ثاني لازمه اللي حصل في كاس العالم للانديه، مشكله قتل الفرص. لازم لما الكره تجي لي في ماتشات زي دي اكون لازم اخلص الماتش، ما فيش هزار. بعتقد كمان انه يعني نقطه مضيئه هي تالق مروان عطيه، لكن هي مضيئة وشوية سلبية في حتة برضه اختيار تشكيل مستر كولر، لأنه كان بيقوم بأدوار الثلاث لعيبة في وسط الملعب. ديانج طبعا ركيزة مهمة جدا، لكن مروان عطية كان بيغطي كل مساحات وسط الملعب لوحده، ده أرهق لعيب جدا، تألق طبعا لكن أرهقه، كان بيغطي كمان الجزء الفراغ اللي كان سايبه مثلا قفشة في الثلث الأخير. فبالتالي بعتقد إنه الرجوع لثلاثة في نص ملعب مهم جدا، خاصة إن أنت عندك الأوراق. مستر كولر تصدر الدوري وشارف كأس عالم أندية ووصل لمباراة نصف نهائي كاس العالم الانديه بالسكواد اللي موجود وبدون يعني تدعيمات رهيبه، الاداره وفرت تدعيمات في حدود، في اضيق الحدود في سوق الانتقالات الشتوي. اي ورقه عندك انت في امس الحاجه نستخدمها، فبالتالي استبعاد شادي حسين بشوفه غريب، عدم نزول القندوسي بشوفه غريب جدا. مستر كولر، انت اوريدي بتتكلم امبارح على حمدي فتحي طبعا هو مرهق، هو بيتكلم ان الفريق مرهق، وانت لعبت في كاس العالم نفتكر هند واميره اربع مباريات في 10 ايام، فبالتالي انت مش بس مساله التدوير، انت محتاج كل العناصر. وبعدين برضو فكره لازم ناس تعرف انه انا ممكن اغير في الثلث الاخير بتاعي او في الثلاثي الهجومي، لكن لما اوصل للتجانس او الهارموني وتبقى العجله دارت او اللعيبه فهمت بعض وبسجل ما غيرش ده. انت في ماتش اسوان كهربا رجله في الملعب وبيسجل واتظبط التجانس بتاع ان حسين ناحيه اليمين وان عبد القادر ناحيه الشمال وان قفشه تحتيهم، وكانت من افضل مباريات قفشه من فتره بعيده، وصالح فيها الجمهور وراح واحتفل بده وسجل. فبالتالي انت لما تغير، احنا في اول نص ساعه قاعدين بنتفرج على الماتش امبارح حاسين انه الرباعي الهجومي الاهلي كان اول مره يلعب مع بعضه، صحيح. مفيش تجانس خالص، فبالتالي بيرستاو كان ممكن يبقى ورقه افضل، البيد بقفشه كان ممكن يبقى ورقه افضل. بعتقد الامور حتى مستر كولر اعتقد هيراجع نفسه جدا في عمليه بدء التشكيل بصنع العاب من اول مباراه. الاهلي بيخسر لعيب في وسط الملعب في الثلث الاخير، الفجوه اللي كانت بين نص الملعب والثلث الاخير عند المنافس فضلت على مدار ال 90 دقيقه. وبعتقد انه كان في سلاحين مهمين جدا امبارح، انه النادي الاهلي رغم انه ممكن يكون بيلعب قدام اصطدم باكتر فريق منظم في البطوله، لكن
بعد ما سجلت التعادل وهي كوره يعني تمبلت او نموذج من مدرسه يعني منعم كمان بيسجلها في اوقات حاسمه، افتكر انه كان ماتش صعود في قبل نهائي ماتش رجاء السنه اللي فاتت سجلها بالراس، فكوره معلول ومنعم دي محفوظه حطها حلو جدا. بعد كده طلعت بقى ظهرت مع السلاح الاهم للنادي الاهلي هو وجود جمهوره اللي كان بيهتف طول ال 90 دقيقه ومد بيروح للعيبه، التفاعل بتاع الجمهور، رجعت شخصيه الشخصيه البطله بتاعتك وسجلت الهدف الثاني. لكن مستر كولر برضه فضل بنفس التشكيله، وسط ملعب كان متفرغ، معلول ومحمد هاني بيضموا على نص الملعب عشان يغطوا، فبالتالي اتكررت لعبه سان داونز وما فطنش ليها او جهاز فني للاهلي انه تعمل اوفرلود ناحيه الشمال وتفرغ المساحه اللي ورا معلول اللي هي بتاعت بيتر شلولي اللي سجل منها الهدف وبعد كده جه الهدف الثاني. طبعا الجون الثاني فيه لك كبير قوي لفريق سان داونز ودربكه، لكن الدربكه في النهايه برضو هتقول وجات في العارضه وتردت ومنعم وقع، لكن ايه اللي وصل الفريق عند 18 ان انت رغم الهدف ما عدلتش فيه امورك الفنيه. طبعا يمكن اخر تغييرين مش هتكلم عنهم كانوا اضطرارين، وعرفنا تاكد للاسف غياب الشحات وغياب وغياب منعم فبالتالي التغييرين الاخرين كانوا تغييرات اضطراريه لاصابه اللعيبه، رغم ان حسين شحات كان كل الناس قاعده مستغربه انه افضل واحد في اللقاء ازاي يخرج، لكن واضح انه كان اتحامل على نفسه انه وقع شويه وبعدين حاول انه يكمل اللقاء. لكن فاعتقد انه الاهم دلوقتي نظره لقدام، ناس يمكن في كان نبره تشاؤم لكن بالعكس الاهلي هو الاهلي، لكن في النهايه في شعرايه بين الدعم وبين الطبطبه. احنا بنقول انه لا نفوق، في عندنا 12 نقطه في الملعب بتوعك على الاقل، الناس بتقول 8 لا انا النادي الاهلي انا عايز 10 نقاط منهم، انا عايز مباراتين القطن هنا وهناك يا اميره وهند لازم اخدهم، عايز مباراه الهلال في القاهره احسمها، وقال اضعف الايمان ان اخد نقطه من بريتوريا زي ما سان داونز بالعافيه اخد نقطه مني في القاهره. ماتش سان داونز انا كمان شفته كان اصعب من ماتش ريال مدريد، يعني المعاناه اللي اللعيبه عانتها امبارح في الملعب كانت اقوى من ريال مدريد بكتير، ودي حاجه يمكن ناس كتير قوي استغربتها ان انت قدام ريال مدريد كنت بتلعب احسن من كده بكتير. خلينا نروح للماتشات اللي جايه، انت بتقول انا محتاج اكسب كل اللي جاي طبعا، هل انت شايف الاهلي قادر على ده في ظل تلاحم مباريات وزحمه وبطوله الدوري والكاس وكذا، انت شايف انه ده ممكن يحصل؟ سؤال ذكي جدا. الناس امبارح كمان سالت نفسها هند واميره انه طيب هل بالبدايه في ان انت حققت نقطه واحده بس في مباراتين، هل قوام النادي الاهلي رغم التدعيمات قادر على انه يسترجع بطوله افريقيا السنه دي؟ انا بعتقد انه قادر، لكن السؤال او معيار ده او الاجابه على ده عند مستر كولر، عارفين ان انت لسه في لعيبه في دماغك محتاجها، لكن كل الاوراق اللي عندك استخدمها. عوده كريستو من مشاركته مع منتخبه الشباب في البطوله لازم يرجع بالظبط، قندوسي لازم يلعب، محمد شريف لو هيشارك شارك مركزه ما جيش الاقيه وانا محتاج ان انا اجيب جون بيلعب جناح ايسر، فبالتالي كل ورقه انت محتاجها مستر كولر كمان بيعمل تدوير كتير جدا، بعتقد التدوير يكون في اضيق الحدود وباستخدام كل اللعيبه الممكنه. قادر يا هند، لكن باستخدام كل الاوراق، قندوسي لازم يشارك، كهربا لازم يشارك، اللعيبه اللي رجليها في الملعب وبتسجل لازم استغلها. اللي جاي بعتقد مباراه القطن اهم مباراه دلوقتي حاليا ان انا اخد الثلاث نقط اللي جايين، مباراه يمكن يوم 4 مارس بعد ايام قليله من دلوقتي، كمان انه تاكد غياب لعيبه مهمه، يمكن منظومه الدفاعيه بيفضل، شفنا كولر بيفضل انه يبقى الثنائي دايما منعم ومتولي، الاثنين هيغيبوا فلازم مباراه الداخليه اللي عندنا يوم الثلاث لازم يكون بجهز الاثنين اللي هيلعبوا اساسي يوم ماتش القطن، هم ياسر ورامي، بعتقد مفيش خلاف ان دول هيلعبوا، الا لو كان عنده راي ثاني باستخدام مثلا خالد اللي جرب قبل كده يلعب في مركز مساك خالد فتاح عشان استخدام سرعاته وطوله واجادته المباراه دي في مباراه طبعا القمه اللي كانت امام الزمالك. حلو قوي. طيب انت دلوقتي امبارح انت بتلعب ماتش صعب جدا وبتلعب على ارضك وسط جمهورك وما قدرتش تحقق غير نقطه واحده، شايف ان احنا فعلا هنقدر نعمل ده في الماتش اللي هنلعبه هناك في بلدهم في بريتوريا؟ وحاجه تانية برضو، احنا دايما هو الاهلي تقريبا متعود على السيناريو ده، فانا مش عايزه اتشائم، احنا بنوصل للسيناريو ده دايما وبنوصل ان شاء الله بالزبط. فايه اللي ممكن نعمله بجد علشان نعدي بقى الازمه دي وناخد النقطه اللي احنا عايزينها؟ اخر جزء في سؤالك حقيقي جدا، انه السنتين اللي فاتوا كان طبعا سان داونز مكتوب عليك، يعني في جواز كاسوليكي كده مكتوب عليك بقاله 5 سنين، لكن كان دايما فعلا بتبقى البدايه اما بتعادل او بخساره في المجموعه، وبتنتهي ان النادي الاهلي فيه بخبراته وتمرسه في الفاينل او بيلعب النهائي، بنتمنى ان ده السيناريو اللي يحصل. الاهلي محتاج قبل ما يبص لمباراه بريتوريا اميره ردا على سؤالك انه يبص في النقاط اللي جايه، بدءا من مباراه القطن في القاهره انا لازم احسمها، ومباراه القطن هناك لازم احسمها، مباراه الهلال عندك في القاهره، مباراه بريتوريا بعتقد انه هتبقى عايز تروح على المكسب، لكن تاخد نقطه منه زي ما خد نقطه منك هنا اعتقد ده هيكون كافي، لان انت من ال 12 نقطه عايز 10 نقاط بس تصعد تاني، لو لان امبارح التعادل كمان للاسف اهدى الصداره بشكل يعني
ساذج جدا لسان داونز، فبالتالي الاهلي قادر طبعا يكسب سان داونز هناك، لكن لو استخدمت الاوراق كلها. تاني ال- 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 الاهلي ما عندوش رفاهيه انه يبدا بتشكيل غلط، وكولر نفسه كلنا في ظهره بندعمه، حاسين بانه فعلا الاهلي في مراكز مهمه جدا وجذريه في الفريق محتاجه تدعيم، لكن على الاقل يعني بنطالبه انه يستخدم كل الاوراق اللي موجوده. قندوسي لازم يشارك، انت محتاج اللعيب الثالث اللي في وسط الملعب ده اللي ما يعملكش الفراغ اللي كان موجود الشوط الاولاني بوجود قفشه. كولر رغم ادارته للمباراه بشكل كويس ساعات بيأخر التغيير جدا. امبارح جدا امبارح الجماهير كلها كانت، طب انا يعني اقول لك على حاجه، انا افتكر في ماتشات لمستر جوزيف في الدوري وكانت النتيجه 0-0، ماشي الاهلي مثلا مستقبل هدف، بعد نص ساعه عمل اول تغيير. الناس كلها اتكلمت على ده وليه بدري كده متستنى بين الشوطين، لكن بعد بعد المباراه في المؤتمر الصحفي انا كنت قاصد اوصل رساله ان اللي اتكلمنا فيه في الجيم بلان او في الخطه فوق اللبس انتم ما نفذتوش، في حاجه غلط. فاللعيبه نفسها ال10 لعيبه في الملعب والجون والحارس لما يحسوا انه التغيير في اول نص ساعه احنا ما نفذناش حاجه في الملعب تبدا تسترجع. فبالتالي مفيش مشكله ابدا لو انا حسيت ان انا اوكي بدايه انه قفشه صانع لعب واللي عنده الحلول، لا ده مش حاصل، التمريرات كلها للخلف، مش موفق في الشوط، الكور بتطلع عاليه، التصويب بتجات له كم كوره، كذا كوره على 18 التصويب بيبقى الاعلى، مش موفق الماتش ده، خلاص تمام انا بعمل تغيير على طول، لانه ما عندكش رفاهيه ده في انت راجل بتتكلم على تلاحم ماتشات، وعندك دوري انت متصدر فيه، عندك كاس الموسم الماضي لسه تلعب النهائي بتاعه، وعندك كاس الموسم الحالي، وعندك بطوله الرابطه، وعندك مشوار وفي كلام عن بطوله عربيه. فبالتالي انت عندك زحمه كبيره جدا ومضطر تكمل بالسكواد الحالي اللي كلنا ثقه فيه طبعا، لكن ايا كان راي كولر انه مين اللي هيكمل، استخدم كل الاوراق. يعني شادي ايا كان انت مقتنع بيه او لا، الاوراق اللي لعبت فيها وضامنها خش بيها. انا مطلع فيرود يا اميره وهند، انا محتاجه يعني حتى لو هياخد جزء من المباراه. انا بس ببص امبارح على الاوراق اللي عندك، في حاجات كانت يعني لاسباب فنيه، طب الناس دي انا محتاجها، انا محتاج كله يكون داخل، بالذات الاوراق الهجوميه او اكتر مركز، يعني يمكن اكتر حاجه عمل فيها تغيير مستر كولر الثلاثه اللي قدام اللي ما فيش عليهم ثبات فعلي لحد دلوقتي. قبل ما نروح بقى للاهلي في الدوري، عايزين نتكلم عن منتخب مصر الشباب والخساره المهينه اللي حصلت، ثلاث ماتشات ما عرفوش يكسبوا ماتش واحد، ما فيش جون واحد. عايزك تكلمني عن يعني اسباب خساره منتخب مصر الشباب وخروجه من البطوله بالشكل ده. بص يا هند، اقول لك رايي غريب شويه، انا حقيقه ما كنتش متفاجئ خالص، يعني يمكن صدمه بس انت تشوف على البورد او على اللوحه علم مصر قصاد علم ثاني ايا كان البلد مين، وان صفر هنا واربعه هنا، دي مؤلمه. لكن انا ما كنتش متفاجئ، حزين لكن مش متفاجئ، لانه احنا من 2015 2016 ما شاركتش تقريبا في 2-3 من البطوله دي، طلعت من الدور الاول اكتر من مره، فبالتالي التجهيز للجيل ده اللي انا متاكد ان فيه عناصر كويسه جدا طبعا، هو المنتخب جدا كله ما كانش مناسب جدا. صح. احنا بنشوف الكلام على معسكرات في الخارج، معسكرات في الداخل، تجميع لعيبه، عزل اللعيبه، تدريبات، وبالتالي المنتج صفر. انا البطوله على ارضي واسم مصر في الكره الافريقيه، انت دخلت كره افريقيا اصلا يعني، فان انت تبقى بطوله على ارضك وبتخسر، ما بتسجلش ولا هدف، مش قادر توصل على ارضك وسط جمهورك على مرمى ايا كان من الثلاث منافسين، موزمبيق او السنغال او نيجيريا، في ولا ماتش هند انك تسجل هدف، اعتقد دي مأساة كبيرة جدا. الازمة فين؟ الازمة طبعا في كل من يتولى ملف الكرة من سنين بعيدة جدا. والازمة مش عشان تتكلم اقل حاجة، اوكي تمام، فعلا اضعف الايمان انه كل من هو مسؤول انه استقيل فورا، دي اقل حاجة ترضي الجمهور المصري، لكن مش ده الحل، مش تغيير اتحادات، تغيير الاساس. انت في مرة جربت حاجة في السنتين اللي فاتوا انك تجيب مدير فني للاتحاد، لكن لما جبته ما كانش عنده اهداف معينه، ما كنتش طالب منه خصائص او جوب ديسكريبشن او ايه المطلوب منه انه يعمله، انت بالتالي محتاج مدير فني الاتحاد او شخص يدير الاتحاد بتجربه، يجيب معاه خبير اجنبي يمسك الـ الاعمار السنيه من اول 18 سنين لحد 17 سنه، تعد فريق، مش مشكله خلاص اللي حصل حصل، تعد للبطوله اللي جايه فريق شاب. كان منتخب الشباب ده دايما بيطلع منه لو تفتكروا يا هند واميره اللعيبه اللي هي بتبقى 17 سنه وبتلعب منتخب اول، بتبقى نواه المنتخب الاول. النهارده المنظر اعتقد سيء جدا، ورغم انه الم الهزيمه واسم ان اسم مصر يتهان بالمنظر ده كرويا، لكن انا ما كنتش متعجب جدا انه على مدار الماتشين اللي قبل مباراه السنغال ما شفتش ملامح انه المنتخب ده رايح في حته، ما شفتش اي قدره من المدير الفني انه قادر يعمل اي حاجه او يغير ده، ما شفتش لمحه او هجمه او لمسه في 2-3 عندهم مهارات فرديه بس. فبالتالي فريق رغم كل التجميعات والمعسكرات اللي عملها
ما قدمش جمله واحده بالظبط. فاضي مظبوط مظبوط. نروح للاهلي وبطوله الدوري، والاهلي متصدر ب 40 نقطه، عندنا ثلاث ماتشات مؤجله. شايف المشوار بتاع الاهلي ازاي، وشايف يعني نعمل ايه علشان نخطي؟ وفي حاجه بس يعني كنت عايزه اتكلم فيها، ضربه الجزاء امبارح اللي اتلعبت، يعني انا عندي سؤال، ليه محمد هاني تحديدا؟ أنا يعني عاده انت ما نسيتيش النقطه دي يا اميره. بعتقد انه ده برضو واحد من الحاجات، ما انا بقول لك يعني جنابه صاب في حاجات كتيره امبارح، يمكن مستر كولر كمان في الاختيارات. بعتقد انه الناس بتتكلم وهو اتكلم، حتى صحته دايما كانت ممتازه بعد مؤتمر الصحفي امبارح، شويه خانوا التعبير في ما بعد اللقاء، البوست انترفيو او بعد اللقاء، لانه اتكلم على انه اللعيبه بتضيع. تمام، ما هو في 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 البنالتي كيكر الاول، او اللي بياخد المساوي ضربات الجزاء في الفرق الكبيره زي النادي الاهلي، بيبقى خلاص محطوط ترتيب الاول الثاني التالت، حتى لما بيضيع بياخد ثقه في المباراه اللي بعدها. مثلا بنزيما بيضيع ضربات الجزاء، كان بيلعب اللي بعدها عادي جدا، معلول ضيع في مره او في ماتش حاسم مش هشيله خالص من الحسبه. بالظبط نفس الكلام بعدين. طب هتتكلم، طب هو قال انه هاني وقفشه والكلام، وان قفشه ضيع وان معلول ضيع، تمام. في لعيب اسمه محمد منعم شخصيته تسمح له حتى في ادائه في المباراه انه يلعب ضربه الجزاء. اقول لك بقى حاجه غريبه جدا، ياسر ابراهيم كان يلعبها، ياسر ابراهيم كان المصوب الاول ايام ما كان في سموحه. يعني كان في عندك حل، محمد هاني لعيب كبير جدا وبيشهد اعلى مراحل تالقه، دي حقيقه. لكن ال ال ضربه الجزاء بالذات يا اميره وهند، شخصيه اللاعب هو بيحط الكوره، انت احنا كل الناس اتفرجت عارفه انها هتضيع، محمد هاني داخل مش مهيئ نفسيا ان هو هيحطها، فبالتالي انت ليه حطيت العبء النفسي ده عليه؟ وبالتالي انت خسرت فرصه انك تحول المباراه. في تحولين في المباراه، ضربه الجزاء وتصدي الشناوي الرائع طبعا اللي كان هيوسع النتيجه للمنافس. فبالتالي دي الحاجات اللي بقول لك عليها، اللي كان لازم يعني ما ينفعش فيها يبقى في التساهل في الاختيار. ضربه جزاء هيلعبها فلان وتحسن، ده مش ماتش تجربه ابدا يعني ابدا تماما. ابدا 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 يعني يعني ماتشات افريقيا خاصه وانت خسران الماتش الاولاني انت بتجمع نقاط، فبالتالي بعتقد انه درس مهم جدا للعيبه مستر كولر قبلهم، انه التغيير في اضيق الحدود، الثبات على ثلاثي هجومي قادر يقود الفريق، مساله وسط الملعب والفراغ اللي اتساب وشفنا المساحات الخاليه دي، ضروره العوده لثلاثي في وسط الملعب، ضروره مشاركه القندوسي، حل مهم قوي هيفرق مع الاهلي ومع فكر كولر نفسه اللي كنا بنشوفه بيلعب بحمدي فتحي بيلعب ادوار هجوميه. انت جاي لك بقى اللي بيعمل اعلى لعيب في الدوري الجزائري، كان بيعمل التيرن اوفر او سويتش ده اللي بيلف بوشه ويسحب مع خط الدفاع الثاني من الفرق الثانيه، فبالتالي انت محتاجه. بالظبط. هنكمل معاك اسر ونخش على الدوري ونكمل كل المشاكل اللي عندنا دلوقتي، بس هنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم، استنونا. رجعنا لكم لسه مكملين حلقتنا مع ضيفنا العزيز اسر حسين. اسر، عايزين بقى نروح لمشوار الاهلي في الدوري، احنا عندنا ماتش مع الداخليه وماتش مش سهل اكيد، عايزك تكلمني عن الماتش ده وشايف الدنيا كده هتمشي ازاي في الدوري. يمكن ماتش مهم جدا يا هند، عشان النادي الاهلي محتاج بقى بعد المحك الافريقي انه يفرق بكتير قوي في الدوري ويحسم البطوله دي، ده نفسيا هيريح اللعيبه جدا في منافسات البطوله الافريقيه. احنا 40 نقطه دلوقتي، لاعب 3 مباريات اقل من المنافسين، فبالتالي عندك فرصه لو كسبت المؤجلات انك تبتعد بالدوري وتطير بيه بفرق 11 نقطه كاملين. ماتش الداخليه مهم لاسباب كتيره جدا، محتاج انك تطلع من الحاله النفسيه بفوز مهم في الدوري، تامن بيه بطوله الدوري اللي يعني اللعيبه تحس انها البطوله هتعود وتسترجعها بعد غياب موسمين عن الاحضان الجزيره. الحاجه الثانيه انه بعتقد انها بروفه مهمه جدا لمباراه القطن، مباراه القطن في الاغلب مع فوارق الامكانيات مباراه برضو اعتقد فريق القطن هيدافع، ده نفس طريقه لعب كابتن علاء عبد العال تولى مسؤوليه بعد كابتن رضا شحاته بعد الخساره من الاسماعيلي. فبالتالي دايما بيلعب معاك كابتن علاء عبد العال الجيم ده، بيعمل جيم مقفول. مهم جدا انك تجرب ثنائي الدفاع اللي اتكلمنا عليه، بما ان منعم ومتولي للاسف هيغيبوا عن المباريات القادمه لحد مباراه القطن، فبالتالي مهم انك سواء هتجرب رامي وياسر او رامي وخالد او ياسر وخالد، فبعتقد ده مهم جدا. رجوع كهربا للتشكيله الاساسيه مهم جدا، مهم انك تلاقي لعيب رجله في الملعب بيسجل اهداف، انت محتاج اللمسه الاخيره بتفتقدها. لولا هدف حسين الشحات امبارح اللي فيه مهاره فرديه من لاعب حاسم وعنده الحلول دايما وبيخلصك ماتشات. بس هل انت شفت امبارح كهربا في الملعب كان اداؤه؟ انا شفت كهربا امبارح ما عملش حاجه، عشان التايمنج برضو يا هند. التايمنج انا امتى بستخدم التوقيت برضو، التوقيت دخل الماتش كان لازم يبدا بيه. دخل الماتش اولا كمان حتى المركز، يعني كهربا يمكن شفنا انه عايز يلعبه اخر واحد او الفيرود بتاعك، لكن في وجود بيرسي تاو كان مش مفهوم قوي الادوار. لو كان بدا اعتقد كان هيأدي. لسه بيسجل، لسه رجله في الملعب، ما اعتقدش، مش عارف لسه اذا كان عنده قدره على اللعب 90 دقيقه، لانه بدنيا كولر بيعلق على ادائه البدني لسه لانه راجع من فتره ايقاف طويله. فبعتقد الداخليه كمان الصعبه في المباراه هيكون دوافع عاليه جدا، لانه هو لعب معاهم كابتن علاء عبد العال من ساعه ما مسك، كسب مباراه وبعدين خسر من الاتحاد،
وخسر من اسوان، وفي المباراتين بيقدر يعني لما الفريق بيسجل بيقدر يرجع للمباراه. يمكن حتى في مباراه الاتحاد الاخيره الاتحاد سجل محمود علاء، بعد كده رجع بجون كريستوفر، فهو بيعرف يرجع في اللقاء. واعتقد ان حسم اللقاء من البدايه مهم جدا. يبقى عندنا تدارك ان الـ نضغط من بدري قوي قوي قوي، لان الداخليه لو المباراه راحت للشوط الثاني هيصعبها عليك وهيفضل يقفل. هم كان عندهم دوافع لان هم ابتعدوا عن المركز 16، بقوا في المركز 15، منطقه دافئه شويه بعيد عن مراكز الهبوط. فبالتالي مباراه مهمه جدا على كل النواحي، تامن فيها الدرع، درع الدوري، تامن فيها الفوارق بين النقاط عن المنافسين، تجرب فيها البروفه بتاعه ماتش القطن الكاميروني. حلو. غير الدفاع القوي بتاعهم وغير تديل مساحاتهم، برضو عندهم سلاح قوي جدا وهو الهجمات المرتده. طيب احنا بقى كجمهور قالي، واحنا خلي بالك ده برضو واجهناه امبارح، يعني كان بالزبط. كنا هنروح في كذا شوطه بسبب المرتده. ازاي بقى لعيبه الاهلي يقدروا يتحكموا في ده؟ التشكيل ثم تشكيل ثم تشكيل. لما ابدا صح اميره، لما ابدا صح بتامين وسط ملعبي، بلعب بثلاثه واحد منهم بخصائص صنع اللعب، ده اعتقد بيفرق جدا في الاهلي. انا بريح الباكات بتاعتي، هاني بيبقى مرتاح، معلول بيبقى مرتاح، بدل ما انا امبارح كنت بتضرب عليا المرتده وانا عمال الباكات عماله اقول لها تضم نص الملعب، ده بيرهق لعيبه جدا وبيخلق مساحات. الكره اللي بتكرمي عليها لعيبه سان داونز كلها في ظهر الباكات، لان انا وسط ملعبي انا بلعب باثنين بيضم الباكين، في مساحه خاليه جدا في خلف ظهر المدافعين. فبالتالي البدء بتشكيل متوازن جدا قدام الداخليه، ثلاثي وسط الملعب، مروان طبعا ثبت مكانه في تشكيل مروان وديانج، وايا كان معاهم القندوسي او حمدي فتحي، ده مهم جدا الى ان يعود طبعا الثلاثي بالسلامه ان شاء الله. فبعتقد انه ده مهم جدا، انت الثلاثه قادرين يغطوا كل مساحات الملعب، بدل ما كان امبارح عندك مروان بيغطي كل مساحات الملعب مع ديانج، وفي برضه مساحه فاضيه. فبالتالي بدء بالتشكيل هيمنع اي فريق. انا بعتقد ان في الدوري ما فيش فريق قادر يضرب النادي الاهلي بالمرتده لو انت قافل ملعبك وسط ملعبك صح. حتى انت بتشيل امبارح مثلا ممكن تقول لك ايه الاهداف جت من اخطاء دفاعيه، ده حقيقي، بس مش عشان الدفاع وحش، عشان من خط الدفاع الاول اللي هو هجومك بالزبط. انت بتضيع وسط ملعبك متفرغ، فرغته بالتشكيل والتغييرات، فبترتد على الدفاع، مش لان الدفاع وحش او هش. فبالتالي ده كله لازم يكون في الحسبان، وان شاء الله ثلاث نقاط جديده النادي الاهلي ده امام الداخليه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. علي معلول، يمكن بعض الناس مش راضيين عن اداء علي معلول مؤخرا، هل شايف ده سببه الاجهاد البدني؟ جدا جدا، لانه الانهاك البدني يا هند لما بتوصل لمرحله من تلاحم المباريات والاجهاد، قرارات كتيره بتبقى عايز تاخدها في الملعب بتخونك، لانه الجسم منهك جدا، كل حاجه مرتبطه ببعضها في لعيب الكوره. القرار الذهني جاي من القرار البدني او من الرسائل اللي جايه انت قادر تلعب ولا. اعتقد علي منهك جدا، وده قدر علي معلول، لانه ركيز او مفتاح لعب النادي الاهلي بقاله اكتر من 6-7 سنين، وكمان انه لسه البديل ما مسكش، او يمكن محمد اشرف شفنا ان بيحاول يريح كولر معلول فلعب مباراه اصلا، بس لسه ما خدش، لسه في غلطات شويه ساذجه. يعني اعتقد محمد اشرف محتاج ماتشات اكتر. علي معلول كل يعني اي قرار بياخده لو قرار مش صح، اعتقد انه نابع من الاجهاد. حتى الكره اللي جه منها الهدف اعتقد مش غلطته لوحده، كانت غلطه التغطيه العكسيه كلها من دفاع النادي الاهلي، لكن هو بعدها دي طبيعه علي معلول، لما بيحس ان هو اتسبب بيعمل اداء، وبالتالي كل يعني الملعب حتى بعد الهدف بتاع سان داونز كان مميل ناحيه الشمال، كل الهجمات او خطوره النادي الاهلي كانت من الجبهه اليسرى اللي فيها علي معلول وعبد القادر. فبعتقد انه محتاج راحه، لو الاهلي عنده رفاهيه ان يعني لازم محمد اشرف يعرف انه لازم امسك الفرصه، جات لي علي معلول مجهد، فانا لازم امسك الفرصه عشان اقدر اشارك واريح علي معلول واريح سكواد النادي الاهلي، انه ما يبقاش مرهق لانه بيلعب اكتر من بطوله، وفرصته انه يتالق ويمسك كباك شمال جديد للنادي الاهلي. بعد تعثر فيوتشر وبيراميدز، شايف ان فرصه الاهلي دلوقتي بقت اقوى؟ أكيد. وفكره برضو الفكره اللي انت بتتكلم عليها ان كولر يبتدي يريح، يعني مش بدري شويه يعني ان هو يبتدي يريح الناس، ولا لا لازم من دلوقتي يبتدي يريح سؤال حلو اميره، هو انت محتاج تعمل تدوير في اضيق الحدود، لكن في نفس الوقت انت محتاج تدوير، ان في لعيبه الركائز او السكواد الاساسي او اللعيبه اللي بتلعب القوام الرئيسي مجهد جدا ولعب تلاحم مباريات، ده مش هيمتد، لانه انت بس راجع من كاس عالم وقبلها كان في تلاحم في الماتشات في الدوري اعتقد، وهيبقى في تلاحم ماتشات في الدوري، لكن اعتقد لو قدرت تاخد الراحه الكافيه في الفتره اللي جايه اللعيبه مش هتبقى مجهده بالشكل المصور، ان احنا لسه راجعين من كاس عالم، فالباين قوي الاجهاد على اللعيبه، ولعيبه كتير بتطلع بعد المشاركه ب 90 دقيقه بتطلع اوت اوف سكواد، زي ما حصل المباراه اللي فاتت، انه عندك ثلاثه هم من الركائز متولي حسين ومنعم، دول ثلاثه ركائز بيأدوا برجوله جدا، فبالتالي الانهاك مع اللعب التلاحم او الاحتكاكات مع لعيبه السان داونز ثلاثه وقعوا منك، فبالتالي انت محتاج تدور في اضيق الحدود. يعني مثلا مباراه اسوان انا ريحت الباك الاساسي، ريحت معلول، لعب محمد اشرف، ممكن في ماتش ثاني ريح حد من وسط الملعب، ده هيريح اللعيبه.
وسؤالك برضه ذكي جدا، انه انت لو كسبت الداخليه كل ما بتبعد بالفارق، وانت اتكلمتي عن تعثر المنافسين فيوتشر وبيراميدز، لو كسبت الداخليه انت بتوسع الفارق وبالتالي بتدي نفسك فرصه متنفس انه لا ده انا ممكن اجرب. طول ما انت متصدر وطول ما انت فارق بالنقاط انت ممكن تدي فرصه للعيبه انها تريح وتعمل الروتيشن او التدوير. بالكلام عن الراحه والروتيشن انت هتلعب ماتش تقريبا كل 72 ساعه، وعايز يبقى عندك قوام اساسي زي ما احنا بنقول الفرقه عشان الماتشات الثقيله والكلام ده كله، وعايز تعمل روتيشن، ازاي بقى ممكن كولر يعمل الحزبه حزبه بيراميدز زي ما بيقولوا عليها؟ طيب حلو جدا. هو كولر اوريدي كان عامل ده، وكان ده بيلاقي استحسان كبير جدا من جمهور النادي الاهلي، وانا انه رغم ان في 11 او 12 13 لعيب انت حاسس ان هم الاساسيين او استقر عليهم، لكن كان كل لعيب حتى اللي بيبقوا في الاحتياطي او حتى في ريزيرف خارج القائمه محدش حاسس ان هو مستبعد للابد او ان هو مش بيشارك او ان هو بر، كان كله بيدمج، كان بيعرف يدمج اللعيبه كويس جدا. ده بدا يبقى فيه تراجع شويه من منذ رجوع من كاس العالم، لانه شفنا مثلا الكلام كان بيتكلم على انه مش لاقي المهاجم الامثل او المهاجمين شويه خذلوه في انه يخلصوا اللمسه الاخيره، لكن رغم ده كان شريف بيلعب، كان شادي بيلعب، كان بيشارك حتى بيرسي تاو كافيرو، يعني قصدي كان بيعمل لكن بدانا نشوف بعد كاس العالم في استبعادات من القائمه. اعتقد انه عشان تواجه الاجهاد ده او تعمل الروتيشن لازم تدمج تاني، ودي حاجه هو اصلا مستر كولر كان بيعملها، يرجع يدمج تاني كل جوه الملعب، محدش يحس انه بعيد عشان اسباب فنيه او بعيد عشان مش هتشارك خالص، لا انت دورك موجود حتى لو انت لعيب مش اساسي. يعني وجود شادي في تشكيل في ال 18 انه يخش قائمه المباراه كان مهم، انا عندي فيرودين، عندي شادي وشريف، لو الماتش تعقد زي امبارح قادر انزلهم في اخر 10 دقايق، يبقى عندي فيرودين جوه ال 18. برونو سافيو لسه اعتقد في علامه استفهام لانه الكلام على اصابته في الركبه، بعض المصادر القريبه من نادينا بتتكلم انه لا الامور فنيه والامور شخصيه، واعتقد لازم يبقى واضح او نعرف مصيره، لان انت عندك حتى لو استقر الراي الفني عند مستر كولر انه مش ده البرازيلي او البروفايل اللي انا كنت عايزه كلاعب اجنبي او ان انا هبدله بلعيب اجنبي تاني، انت عندك من النهارده هند، ولو الاهلي ان شاء الله فضل يتاهل في افريقيا المفروض الموسم يخلص يعني في شهر 6 او 7، لو استمر النادي الاهلي في بطوله افريقيا ووصل للنهائي او لقبل النهائي الموسم هيمتد لاغسطس تاني، فبالتالي انت عندك على الاقل 6 شهور فيهم تثبت نفسك فيهم، انت مقيد كمان بالقوام ده حتى اللعيبه اللي انت شايف انها مش مقتنع بيها، فبالتالي برضو دمجهم مهم. يعني هو لو في باله مستر كولر انه برونو سافي والله مش حابب انه يبقى معايا بدايه الموسم الجديد، بس طول ما انت في الموسم ده هو لازم عنده تستخدمه وعندك فرصه كافيه انه ممكن يغير رايك ويحسم المباراه. واللعيب احنا شفنا لعيب كويس يعني يمكن بعد عن التشكيل بشكل مفاجئ، فبنتمنى يبقى في وضوح في حته هل الامور استبعادات فنيه ولا امور خارج اطار الكوره يعني تاديبيه او كده. القندوسي، عدم مشاركه القندوسي من انا من وجهه نظري ان القندوسي كان يشارك من داي وان، من اول ما جه، لان الراجل اصلا رجله في الملعب، هو جاي اصلا من بطولات جاي من نفس اجواء النادي الاهلي، مش جاي من بعيد، هو جاي من هنا من على اول الشارع ده. فليه القندوسي مش بيشارك من وجهه نظري؟ هديكي مثال شويه بعيد عن الكره المصريه. في 2009 2010 انتر ميلان بقياده مورينيو وكان عنده لعيبه كبيره جدا ولعيبه قويه جدا وكان بينافس على دوري ابطال اوروبا. جه مورينيو طلب من رئيس النادي قال له انا عايز شنايدر. الريال هيسيبه انا عايزك تنقض عليه وتاخده. فقال له ليه؟ قال له شايف، قال له ليه انت عندك لعيبه جايب لك سكواد اهم لعيبه في اوروبا. قال له انا عندي القطعه دي قطعه الشطرنج المفقوده، لو انت جبتها لي انا اكملت وهكسب اي فريق، واوعدك ان دوري ابطال اوروبا هيجي لانتر ميلان. وقد كان لما اتعاقد مع شنايدر فعلا كان القطعه المفقوده عند سكواد انتر وخدوا دوري ابطال. ليه بقول كده؟ لانه اخر مباراه للنادي الاهلي مع الزمالك والثلاثيه الشهيره بان فيها قوي استخدام كولر لورقه حمدي فتحي لاعب الوسط الثالث، في استخدامه في انه بضرب بيه الدفاعات وبيزيد كلاعب ثالث وبيخلخل دفاعات الخصم بانه بيزيد جوه ال 18، وفعلا الثلاث اهداف اتسبب فيهم حمدي فتحي وكان سبب رئيسي ان النادي الاهلي كان نجم المباراه ورجل المباراه، كسب بثلاثه وشفناها في اكتر مباراه واستخدام كمان في كاس العالم. لما النادي الاهلي خبر التعاقد مع القندوسي كل جماهير النادي الاهلي وغير جماهير النادي الاهلي والمتابعين والمحللين قالوا بس وجد قطعه انه انت يعني ده اكتر حد كان المفروض يبقى عايز الصفقه دي كولر، لانه بيمثل له لعيب وسط الملعب اللي بخصائص رقم 6 و8 لكنه بيعمل الزياده دي. اتفرجنا عليه في الدوري الجزائري وفي دوري ابطال افريقيا السنه فاتت حتى لما واجهنا هو احسن لعيب. الحاجه اللي انت دايما بتقول ديانج وحمدي اثنين لعيبه اقوى لعيبه وسط ملعب في القاره، بس ما عندهمش التيرن اوفر او مش بياخدوا الكوره ويروح بوشه، دي عند القندوسي. فانت بالتالي امس يعني بعتقد ان دي يعني وجوده مش عشان بس دي صفقه جديده ممكن تخليها تشارك، لا بعتقد وجوده
هام جدا في خطط كولر نفسه، انه دي القطعه اللي كنت عايز تعمل بيها الزياده في وسط الملعب اللي تقدر تضرب بيها كل المنافسين. احنا كلنا كنا منتظرين نزوله من بدري جدا، هو وكهربا الصراحه يعني كله كان منتظر نزوله. طب انا في النهايه كده عايزاك تقول لي توقعاتك ان شاء الله للماتش الاهلي والداخليه، وشايف ايه احسن سيناريو نتمناه كلنا يحصل للاهلي الفتره الجايه ويوصلنا بقى للقمه؟ النادي الاهلي ان شاء الله هيكسب داخليه، لكن لازم من بدري اضغط جامد، اضغط عالي زي ما عملت في ماتش سان داونز، ولما تجيلي الفرصه لازم احسن. بعتقد نقرب حد في مركز المهاجم واللي كان موفق جدا في التسجيل هو كهربا، فمساله مشاركته اعتقد حتميه. توقعاتي النادي الاهلي انه هيواجهك تعسف كتير جدا في ايجاد اللعيبه الفتره اللي جايه، وفي اللعيبه تخرج من القائمه وترجع تاني، لكن توقعاتي ان التدوير اللازم مع كولر بدء التشكيل بتشكيل الانسب او تشكيل الافضل قادر انه يخلي النادي الاهلي على كل المسارات اللي عنده، وده قدره طبعا، ده قدر النادي الاهلي انه بيلعب دوري افريقيا، انه قادر يتصدر في كل حاجه ويعيد التوازن بالذات في افريقيا. فتوقعي انه طبيعه الحال ان شاء الله الاهلي موجود دوري ان شاء الله، بس ماتش داخلي مهم جدا انك تتصدر نفسيا، هيفرق جدا. نعتبر ان ضربه البدايه في افريقيا ما كانتش ماتش الهلال في مدرمان، ضربه البدايه هي مباراه القطن في القاهره. حلو. ومن هنا ابدا اجمع العشر نقاط اللي انا محتاجها عشان اصعد تاني، ومن هنا اللي هم يكونوا ايه بقى يعني ناخدهم ازاي؟ القطن وعندك طبعا القطن انت محتاج الست نقاط بتوعهم يا امير، ما فيش جاي لازم تكسبي يعني الهلال في القاهره ثلاث نقط لازم تاخدهم، بريتوريا طبعا بنماني النفس باسم النادي الاهلي وغيره يعني وخبراته انه يكسب هناك، لكن لو انا اخذت نقطه بس من بريتوريا زي ما سان داونز عمل معايا هنا مع سان داونز، اعتقد 10 نقاط من اصل 12 نقطه كافيين جدا لصعود النادي الاهلي، في ظل طبعا انه الفرق الثانيه هتلعب مع بعض ووارد انها تتعثر ووارد ان يحصل ماتشات انت ممكن مش متوقعها، يعني القطن كسبان في ارضه يتقلب الماتش في 10 دقائق 2-1 للهلال، فالسيناريوهات دي كلها كان لازم نعمل حسابها، فبالتالي احنا صعودنا في ايدينا يعني لو لعيبه سمعانا في رجل اللعيبه يعني برضو خلينا نكون واقفين على ارض الواقع، هو صعب قوي لان انت مثلا ماتش الهلال ده احنا مدركين تماما انه مش هيبقى ماتش سهل، مش بس كرويا كمان نفسيا، وزي ما بيقولوا ايه اللعيبه هتبقى نازله جزه على بعض شويه يعني باللب البلدي. انت ترد فنيا يعني انت لو مهما كانت تجاوزات حصلت في مباراه السودان، طبعا الهلال ما بيمثلش الا نفسه يعني بعيد عن علاقات السودان يعني مع السودان والعلاقات اللي امتدت سنين، فبالتالي الهلال ما بيمثلش نفسه، اللعيبه مطلوب منها ايه؟ الامور الاداريه، النادي الاهلي عارف يعمل ايه وقدم شكواه وكله تمام. اللعيبه انت اتغلبت في الملعب وحصل معاك التالي والتجاوزات انت ترد في الملعب، لازم ترد تكسب الهلال اقل شيء، لان احنا حتى في الماتش بتاع هناك اللي ضايق الجمهور مش انه انك خسرت او مثلا الفريق كان فرق، انت عارف انك اعلى فنيا بكتير منها، ومباراه خليتها تروح من بين ايديك، يعني كان ممكن الكوره بتاعت حسين في اول الماتش، حتى الهدف هدف في كل الغرابه بانعكاس او يعني انعكاس الضوء على الشناوي، كوره الشناوي جاب اصعب منها بكتير، والدليل نصد ضربه جزاء بعدها بدقائق، وانه امبارح عامل تصدي قلب المباراه، كان ممكن سان داونز يجيب الثالث وتصعب الامور. فبالتالي كان امور ماتش فيه امور غريبه جدا، يعني اهمها انه الهلال مش اعلى منك فنيا تماما، انت اعلى بكتير جدا، فاللعيبه لازم تدرك ده، والبدايه من القطن واعتقد فوز القطن هديك ثقه يا اميره، وبالتالي طبعا تجمع النقاط اللي اتكلمنا عليها، يعني ماتشين القطن لازم يبقوا في جيبك، مباراه الهلال في القاهره، وطبعا تبقى رايح بقى مباراه سان داونز وانت محتاج نقطه واحده ونخلص من مشكله اضاعه الفرص، يعني هي دي المشكله الاساسيه، يعني احنا لو وحشين هنقول والله يا جماعه احنا فريق ضعيف، احنا بس اللي بيضايقنا جدا كجمهور ان احنا بنيجي الفرصه بتبقى قدامنا وعندنا استعداد ان احنا نعمل كده حاجه. النادي الاهلي لما ضغط عالي امبارح الشوط الاولاني بس قطع الكره من خط دايره سان داونز كام مره؟ 7 مرات في ال 18. احنا كنا شغالين كويس قوي فعلا، ده هدفين جم في الشوط الثاني، انت الشوط الاولاني خانق اكتر فريق منظم في افريقيا مخليه مش عارف يطلع بالكره من تحت، انه ما بيطلع طبعا مشاكل عليه خطوره، فانت خانقه وقطعت الكوره، يعني نفذت تعليمات المدير الفني اضغط عليه، فالتسجيل فين؟ هي دي. فاعتقد الاقرب ما هو ده برده اللي سهل يا اميره او يقلل المشكله ان انا ابدا صح باللعيبه اللي بتسجل، كهربا بيسجل ابدا بيه صح، فبالتالي بدء التشكيل. عايزه اكلمك في حاجه مهمه قوي يمكن قلناها بس ما اتكلمناش فيها كتير، وهي التبديل في الدقيقه 65 ان احنا نبتدي في 5. طب ما خلاص ما اللي ذاكر ذاكر يعني يا ريت 65 يا هند والله ساعات بيبقى 80 و75 وببقى هتشال لغايه 80 بدايه اول تغيير بيبقى صح. غالبا مزبوط. 65 الموضوع ليه بيسموها ايه يعني ليه سلبياته وايجابياته، سلبياته اكتر طبعا انه انت يبقى عندك مدير فني يا هند واميره انه قاعد هادي مؤمن جدا بافكاره، عارف ان سير المباراه مسيره بطريقه معينه، محضر سيناريوهات، لكن في اوقات مثلا بعيد عن مباراه امبارح اللي كان لازم تدخل سريع، اخر مباراه يمكن لينا في كاس العالم مباراه فلامينجو، يعني لو انت كمدير فني بتاخر التغيير كده كده، لكن انا طرد مني لعيب بقيت منقوص لاعب
مش تدخل بقى فني، انت عايز تدخل جراحي، لازم تغير ترجع تغطي مكان الراجل اللي طرد. فبالتالي يعني يؤخذ بس الحاجه البسيطه ان بنأخر التغيير جدا مع مستر كولر. في ماتشات تحتمل ده، وفي عشان كده بقول لك انا بعتقد انه الراجل اللي كسب بدا الموسم واخد عربون بدا عربون المحبه مع الجمهور الاهلي بالفوز بالسوبر على المنافس المباشر على الزمالك وتصدر الدوري، وراح في اول ماتش ليه اتحاد منستري هاجم اتحاد منستري في تونس كل وكسب القمه تاني في الدوري بثلاثيه تضاف لمسلسل الاسكورات الكبيره اللي بتعملها على المنافس. لكن في النهايه بعتقد في بطوله افريقيا هو لسه ما وصلش، يعني تقييمه على الباقي 10 من 10 في بطوله افريقيا. مستر كولر بافكاره بامكانياته اللي احنا عارفينها كبيره جدا لم يصل دوري ابطال افريقيا. الجمهور الاهلي مستنيه يبرز افكاره اللي شافها في البطولات المحليه دي في افريقيا، وبالتالي يعود النادي الاهلي لمكانه الطبيعي بانه يصعد من المجموعه، ونبدا بقى نشوف هنروح في الابعد مكان ان شاء الله الفاينل زي السنه اللي فاتت ان شاء الله. ياسر انت نورتنا طبعا كالعاده، وان شاء الله تنورنا في حلقات تانية كتير. ونشكرك شكرا جزيلا. دلوقتي خلصت حلقتنا، هنروح دلوقتي لفقره استشاره طبيه لكن هتكون من حلقه سابقه، استنونا.